أهلا بكم مجددا. أفاد موقع هاشتاك سوريا الموالي للنظام بعثور ما اسمها القوى الأمنية على جثة أحد الأطفال مقتولا ومرميا في منزل مهجور في مدينة مسكنة شرق حلب، وذلك بعد اغتصابه، ليعيد إلى الأذهان حالات الاغتصاب والقتل التي يتعرض لها الأطفال في محافظة حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيات أسد الطائفية. نتابع التقرير ونعود للحديث. لا يزال شبح اغتصاب الأطفال وقتلهم أو رميهم على قارعة الطريق أو في مناطق مهجورة يؤرق أهالي محافظة حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيات أسد الطائفية، حيث باتت تلك الحوادث تتوالى بين الفينة والأخرى وباعتراف مواقع إعلامية موالية للنظام. موقع هاشتاغ سوريا الموالي نشر في أحد تقاريره أن ما أسماها القوى الأمنية عثرت على جثة أحد الأطفال مقتولا ومرميا في منزل مهجور في مدينة مسكنة شرق حلب، إضافة لاغتصاب ثلاثة أطفال في ذات المدينة في يوم الكشف عن الحادثة الأولى. وليبرهن الموقع أن محافظة حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيات أسد لم تعد مكانا آمنا لأطفالها ولذويهم، ذكر بحادثة قتل طفل ومحاولة قتل آخر، إضافة لاغتصاب عدة أطفال قبل أشهر من قبل المجرم أحمد مزنرة الذي ألقي القبض عليه من قبل ميليشيات أسد دون أن تتم محاسبته على جريمته البشعة لردع غيره من المجرمين في حق الطفولة. ولا تعتبر حالات اغتصاب الأطفال تلك الوحيدة في محافظة حلب، فقد كشفت مصادر محلية لأورينت نت قبل أيام عن اغتصاب ستة طالبات في المرحلة الابتدائية على يد المستخدم في حي قاضي عسكر. تلك الحادثة التي هزت الشارع الحلبي وطرحت تساؤلات من قبل كثيرين حول الشعارات التي تطلقها ميليشيات أسد بخصوص الأمن والأمان في مناطق سيطرتها، وهل سيشعر السوريون بالأمن والأمان إذا عادوا إلى تلك المناطق بعد انتشار حوادث اغتصاب الأطفال فيها؟ فيما اعتبر آخرون أن انتشار حالات الفلتان الأمني في مناطق سيطرة ميليشيات أسد باتت مقصودة بهدف تهجير من تبقى من السوريين فيها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا علاء الدين زيات المدير المدني للتحالف السوري المدني من اسطنبول، كما ينضم إلينا أيضا الأستاذ غزوان قرنفول المستشار القانوني معنا من مرسين. مساء الخير وأهلا بكما، وطبعا كل عام وأنتما بخير. أستاذ غزوان، دعني أبدأ معك، يعني حضرتك أيضا على دراية بمدينة حلب ومعرفة بها، ما هو سبب ارتفاع الجرائم الجنائية تحديدا في مدينة حلب إلى هذه الدرجة؟ والجدير بالذكر أيضا أستاذ غزوان أنه إلى هذه الساعة لا يوجد في سوريا إحصائيات حقيقية عما يجري، هذا ما يصل للإعلام. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وكل عام وانتم بخير. أي مدينة يعني لما بتكون مرتع لعصابات من القتل المأجورين المنفلتة من أي عقال، من الطبيعي أنه نلحظ ونشوف مثل هيك نتائج. يعني بداية استعدت السلطة بعض الشعب على بعضه الآخر، ومنحت هذا البعض اللي جيرته لمصلحته، منحته صلاحيات بدون أي ضوابط بدون مساءلة، فمن الطبيعي أنه تتغول تلك السلوكيات على المجتمع. لما بيشوفوا أنه السلطة الأكبر اللي هي سلطة العصابة الحاكمة لعموم سوريا هي استباحت سوريا بالكامل، فمن الطبيعي أنه تلك العصابات الأصغر أن تستبيح مدن، تستبيح بلدات وتفعل ما تشاء، لأنه لا يوجد لا قوى أمن داخلي تقوم بوظيفتها كما يجب، لأنه هي قوى مهمشة ولا تجرؤ على أن تتخذ إجراء تجاه هؤلاء الفاعلين، لأنه غالبا هؤلاء محصنين بارتباطات أمنية أو ميليشيوية ومزنرين بالسلاح. وكلنا بنذكر من فترة عملية اغتيال أحد الضباط القوى الأمن الداخلي في مدينة حلب، أو محاولة اغتياله، لأنه ما عندي معرفة يعني النتيجة اللي قالت إلى المحاولة، بسبب أنه يعني اعترض على أحد يعني زعماء العصابات اللي عم تمارس مثل هيك ممارسات.
قضاء مشلول، قوى أمن داخلي مقيد، مجتمع مستباح بقرار سلطوي يعني، وبالتالي من الطبيعي أنه نشوف مثل هيك نتائج، وخصوصا في زمن الصراعات والحروب. يعني هاي الإفرازات من حيث المبدأ هي بتكون طبيعية بزمن الصراعات، ولكن أن تتحول إلى ظاهرة وفي مدن بعينها فهذا مو طبيعي. لا، هذا بيكون في شيء يعني له علاقة بتفلت يد السلطة الأساسية المنوط فيها مسؤولية إدارة المجتمع وتحقيق الأمن والأمان له، وهي وظيفته الأساسية أصلا. منشوف أنه هذا بيعطي مؤشر على مدى تفلت تلك السلطة وتخليها عن مسؤولياتها تجاه المجتمع. نعم أستاذ علاء، بداية مساء الخير، يعني ما الذي يجري تحديدا اليوم داخل مدينة حلب؟ هل هو حالة من الفلتان الأمني؟ هل النظام يتقصد نشر هذا الفلتان الأمني ونشر هذه الجريمة بشكل ممنهج؟ مساء الخير ست أحلام، وكل عام وانت بخير. أهلا فيك والمشاهدي قناتكم المحترمة. بالحقيقة نحن عم نشاهد بترقب شديد مظاهر انحلال عام في المسألة الأمنية، وهذا جزء منه يعود لأنه لم تبنى إلى اليوم في سوريا دولة بالمعنى الحديث للكلمة، وبنفس الوقت النظام عاجز عن أن يقدم حالة من الأمن والأمان لجمهور أغلب المدن السورية، مو بس حلب، بس حلب في لها وضع خاص في أنه هي شهدت أوسع حالة من اقتصاديات الحرب كما تحدث زميلي منذ قليل. حلب هي مدينة الاقتصاد الأولى في سوريا، لذلك منذ 2012-2013 بدأت مظاهر التفلت الأمني فيها تظهر، وشفنا إلى أي مدى صارت عمليات خطف وقتل وسلب وإلى آخره، واستمر ذلك إلى اليوم بطريقة بالحقيقة مخيفة لمجمل السكان الموجودين. طيب أستاذ علاء، يعني اليوم نرى تحديدا داخل مدينة حلب وأيضا في مناطق أخرى ميليشيات متعددة الجنسيات والولاءات والانتماءات، شيء إيراني وشيء أفغاني وشيء باكستاني وشيء لبناني، ويعني ميليشيات فلسطينية سابقة وميليشيات من ضمن الميليشيات إضافة للميليشيات العشائرية الموجودة داخل مدينة حلب والتي يعني ولاء لميليشيات الأسد وما إلى ذلك. هل فعلا إن رغبت ميليشيات الأسد أن تقوم بضبط الحالة الأمنية، هل هي قادرة في ظل انتشار كل هذه الميليشيات؟ لاحظت ست أحلام أنه منذ نهاية 2016 بداية 2017 عندما استعادت قوى النظام بالدعم الروسي حلب، بدأت مظاهر عالية من التفلت الأمني إلى درجة أن هناك يعني شرطة روسية بدأت تسير في مناطق حلب الشرقية من أجل قمع وضبط عمليات التعفيش التي تمت على هذه المنطقة. بالحقيقة هناك يعني فقدان كامل لقدرات جهاز الدولة سواء الأمنية أو الشرطة المدنية على ضبط هذه المخالفات، مو لأنه هي عاجزة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه بالنسبة لها لم تكن في يوم من الأيام أن تهتم بواقع المواطنين أنفسهم. هذه السلطات تهتم فقط بحماية نفسها، لذلك إجراءاتها الأمنية مشددة لحمايتها كسلطة تدير شؤون البلاد، ولكن واقع المواطنين لا يهمها إطلاقا. من هون منشوف إلى أي مدى الناس عم تدفع اليوم ضريبة غياب جهاز الدولة بمعنى الحقيقي. نعم أستاذ غزوان، ذكرت في حديثك أنه من حيث المبدأ انتشار الجريمة هو شكل طبيعي أو في مناطق الصراعات، يعني هو مخرج طبيعي في مناطق الصراعات، ولكن الجدير بالذكر أنه ميليشيات أسد تحاول الترويج أنه دعوات للعودة، أمن وأمان وما إلى ذلك. يعني في ظل هذه الدعوات وانتشار هذه الجريمة، ما هو مستقبل من يقرر العودة أو من يلتفت إلى موضوع العودة اليوم؟ يعني لا أعتقد أنه إنسان بكامل قواه العقلية ممكن أن يغامر ويعود إلى سوريا أو يعود إلى حلب أو يعود يعني إلى أي مدينة أخرى تحت سلطة النظام بالدرجة الأولى، يعني لأسباب عديدة مو بس لانتشار الجريمة. يعني غالباً
كل مواطن مدان إلى أن يثبت براءته، وربما لن يستطيع إثبات هذه البراءة. على هذه القاعدة تشتغل منظومة السلطة الأمنية، وبالتالي كل من يفكر في العودة هو يغامر بحياته وبحياة أسرته، ويغامر حتى يعني إذا ما كان عرضة للقتل بشكل نهائي فهو عرضة للإزلال والاعتقال والمهانة يعني، وسلب أمواله حتى. بالتالي لا يمكن يعني أن يفكر عاقل بالعودة، بالإضافة إلى المعطيات الأخرى المتعلقة بعدم توفر الحد الأدنى للخدمات، للبنى التحتية اللازمة للعيش الطبيعي أو بالحدود الطبيعية والمعقولة بشريا وإنسانيا، فضلا عن ما يضاف له الآن من انتشار ظاهرة الخطف والطلب الفدية والجريمة، يعني اللي عم نسمع أخبارها وبتكون حقيقة صادمة، يعني تلك الجرائم تقع على أطفال، فهذا بيشي بمستوى التفكك يعني المجتمعي من ناحية والأمني. يعني اليوم لما مستخدم بيعتدي على طالبات في المدرسة اللي هو بيعمل فيها، فهذا مؤشر على يعني الانحلال الأخلاقي اللي وصل له مستوى يعني هؤلاء الأشخاص ضمن معطيات الوضع الاجتماعي في سوريا اليوم في ظل هاي الحرب. هلأ طبيعي مثل ما أسلفت قبل قليل أنه بزمن الصراعات والأزمات الكبرى يعني بيكون في جريمة، أكيد هذا أمر طبيعي، ولكن أن تكون تلك الجريمة يعني على يد أدوات يعني ضمن منظومة السلطة. يعني اليوم كتائب للدفاع الوطني، كتائب للبعث، كتائب طائفية، كتائب تابعة لأفرع أمنية، كتائب تابعة يعني شيء غير طبيعي في البلد. وبالتالي كما أشار أستاذ علاء قبل قليل يعني يشير إلى تفلت غير طبيعي فيما يتعلق بحالة الضبط والربط للوضع الأمني في المجتمع. لما بنفقد هذا الوضع الأمني من الطبيعي يكون عامل إضافي لجملة العوامل اللي سبق أشرت إلى بأن لا تفكر الناس في العودة إلى البلد. ويبدو أن هذا النظام لا يريد فعلا للناس أن تعود، حتى خلافا للبرنامج وللمسعى الروسي الذي يسوق لأهمية عودة اللاجئين وضرورة عودتهم إلى البلد وبضمانات حتى منه. ولكن حقيقة ما يحصل أنه الناس التي عادت دفعت أثمان عالية في هذا الإطار، وبالتالي لن يفكر أحد بالعودة، وهذا يسلج صدر النظام بكل تأكيد، لأنه هو يريد أن يجعل يعني مجتمع جديد أكثر تجانسا، كما طرح أكثر من مرة رئيس العصابة الحاكمة في سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك المستشار القانوني الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا من مرسين. الشكر أيضا للمدير المدني للتحالف السوري المدني الأستاذ علاء الدين زيات، كان معنا من اسطنبول، شكرا لكما. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله.